اهلا وسهلا، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ احنا خلاص بنقفل شهر مايو، وخلينا نقدر دلوقتي عندنا يعني داتا كافيه ان احنا نعرف نحط توقعات لشهر يونيو ويوليو وللكيرف كله هيبقى عامل ازاي لكوفيد 19. خلينا نستارت ان احنا ابتدينا نخرج بره سيناريو الامن واحد اللي احنا اتكلمنا عليه بقى لنا شهر ونص، من اول نص مايو تقريبا، حتى مع ان كان الناس بتقول ان احنا قريبين جدا من المتفائل، بس كان نسبه النمو في الارقام تخلينا نعرف ان احنا غالبا هنبعد عن سيناريو واحد وداخلين على سيناريو اتنين اللي هو كان قرب ال1000. اتحط مودلز كتير، اتحط موديل من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، واتحط مودلز من شركات اخرى، واحنا في اكسايت عملنا موديل برضو يعني مختلف شويه عن المودلز التانيه، وخلينا النهارده هندسكاس الديفرنت مودلز هيبقى شكلها عامل ازاي. خلينا نقول ان الموديل اللي اتبعته وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وقاله دكتور خالد عبد الغفار هو موديل بيسموه SIR، S للاشخاص المعرضون للاصابه اللي هم ممكن يجي لهم الاصابه، الاي للاشخاص المعاديين اللي بيعدي، والار للاشخاص المتعافين، SIR موديل. والSIR موديل في ناس معرضين اللي هو غالبا الناس اللي داخل ضمن المجموعه دي، مش معناها ان لازم يبقى 100% من السكان، يعني مش 100 مليون، معناها الناس اللي موجودين جوه التجربه او فرصه التقاء الفيروس، اللي هو الناس اللي بتنزل مثلا، مش لازم يبقوا 100، ممكن يبقى 30 40 مليون او هكذا. فلو دول معرضين بيبتدي منهم ناس يبقوا انفكتد لغايه ما نوصل عند مرحله كده، حتى لو في ناس كتير معرضه بس مش كلهم هيصابوا، انتوا مش هتلاقوا ان كل المعرضين بيصاب بالمرض، وبعد فتره بيحصل تشبع، يعني بيسموها مناعه القطيع، يعني هو الشخص ما بيعديش اتنين بقى خلاص، الشخص بيعدي شخص او اقل، فيبتدي بعد كده الكيرف يتكسر. الكيرف دايما بيتكسر اول ما الفيروس بيبقى مش عارف يروح فين، يا اما مثلا الناس كلها اتعدت فهو خلاص ما بيعديش حد جديد، هيروح فين؟ فيبتدي الكيرف يتكسر، او ان انت منعت الالتقاء ما بين شخص مصاب وشخص سليم، فالفيروس هيروح فين الكسر. يعني هي دايما البيك والذروه دي اهم حاجه فيها ان الفيروس ما بقاش عارف يروح فين، يا بفاكسين يا بعلاج، يا اما ان انت ما بتخليش شخص مصاب يقابل شخص سليم عشان لابسين كمامات، يا اما حصل تشبع كامل في العينه اللي داخله ضمن التقاء الفيروس ده، وخلاص الناس المصابين اكتر من الاشخاص الاصحاء اصلا، فبالتالي الشخص المصاب بيعدي يجي يعدي حد سليم ما يلاقيش حد سليم اصلا، فبتتقل والكيرف الاخضر هي الناس اللي بتخاف. وزاره البحث العلمي لما ابتدت تحط الموديل بتاعها قالوا احنا قصاد كل حاله من ال 19000 حاله اللي دلوقتي بقت داخله في اكتر من 21000 حاله، قصادها 5 حالات او اكتر غير مشخصين، وابتدي الكيرف شكله كده، وابتدوا يحطوا البيانات بتاعتهم عليه، وحطوا ان كل 10 اشخاص سلام، كل 10 اشخاص مصابين بيعدوا 14 شخص سليم. يعني يوم 20 مايو قالوا ان الار نوت دي اللي هي البيسك ريبرودكشن نمبر، رقم الاستنساخ الاساسي او الار نوت دي، معناها انت الشخص مصاب بيعدي كام حد سليم؟ العالم كله النسبه بين 2 ل 3. مصر ودكتور خالد عبد الغفار قال ان هم عملوا مسح حراري بالقمر الصناعي لحركه السكان في مصر، والار نوت طلعت 1.4، يعني كل 10 يقعد 14، ودي بتبتدي تتحسب ان انا اعرف اتنبا ان انا النهارده لو عندي 10 بعد قد ايه يبقى عندي ال 14، فبيحطوا لي هنا التايم، الوقت هنا قد ايه. معظم العالم بيحط التايم يومين، مصر ما كانتش محدده قوي، بس سمعت ناس ان هو كان بيقولوا حاطين 7 ايام، ان في 7 ايام ال 10 ب 14، لغايه ما يطلعوا عندي الاصابات الحاليه اللي هي عباره عن اضرب ال 1.4 الار نوت في رقم الناس اللي عندي مصابين، اللي هو مثلا زي الشهر ده هضربها في 21000، اضرب 21000 في 1.4 تطلع في قرب 30000 تقريبا. طيب ده الموديل اللي اتبنى عليه وزاره البحث العلمي. في اكسايت واحنا وي ار وركينج اون ا ديفرنت موديل، خدنا حركه السكان من الموبيليتي ريبورت. الموبيليتي ريبورت ده بيطلع من جوجل، احنا زي ما دايما بقول لكم احنا دايما متراقبين من جوجل، اي حد عنده جوجل مابس على الموبايل بتاعه، جوجل كل اخر شهر كده بيقوم واحد يكونسوليديت كده، ياخد كل الداتا بتاعت كل الناس اللي عندهم الاب
ويطلعها في ريبورت طبعا من غير اسامي ناس ولا اي حاجه، يعني كيبنج السريه بتاعت الناس كلها، ويقول اه يعني بص الناس يوم 12 مارس 2020 تمام كانوا كلهم قاعدين في البيت. بص الكيرف نازل ازاي، بعد كده يقول لك اه بعد كده ابتدوا يطلعوا تاني ما قعدوش في البيت بعد كده، اطمنوا يوم 12 مارس ده عشان كان في اول او تاني حاله وفاه في مصر وبتاع. بعد كده ابتدى الناس تقعد في البيت تاني، تقعد 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 في شم النسيم، الناس كلها قعدت في البيت. فجأة كل الناس في أول رمضان نزلت الشارع، عشان كده احنا شفنا الإصابات، بص الكيرف الأحمر ده الإصابات زادت جدا أول ما الناس ابتدت تنزل في الشارع. فبناخد دي ونبتدي نعمل المعامل بتاعنا بقى. وباي ذا واي احنا لو قارنت قعدنا في البيت ببلاد حوالينا لبنان والأردن مثلا، هتلاقوا إن مصر كل الكيرف ما يطلع كل ما ده معناه إن احنا مش قاعدين في البيت. بص لبنان قاعدين في البيت شوية، الأردن ما بيتحركوش من بيتهم، يعني دي معناها كده الناس دي قاعدة في البيت ما بتتحركش. لبنان شويه بينزلوا واحنا في الشارع تقريبا. طيب وسيناريو واحد ده سيناريو وزاره التعليم العالي، ان هو بيقول ان الار نوت 1.4 ومفيش مناعه مكتسبه من الفيروس. احنا الموديل بتاعنا سيناريو 2 بنقول احنا ما بنشتغلش بالار نوت، بنشتغل بحاجه اسمها ار. الار دي هو حاصل ضرب الار نوت في الاس، الاس دي اللي هي المناعه. احنا بنقول ان دايما اي فيروس لازم يبقى في مناعه مكتسبه وليها رقم معين، وضرب الار نوت في الاس بيطلع لنا الار اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي 1.3. وبنفترض ان حركه السكان ما هياش 1.4، بالعكس دي 1.2.4 نسبه عاليه. وده بس بافتراض ان الفتره اللي جايه بعد العيد ما يخلص هيبقى في برضه حركات كتير من السكان. ونبتدي نفترض احنا في مايو لما وصلنا تقريبا قرب ال 10,000 حاله و500 حاله وفاه، ابتدينا نوصل للحد الاقصى للاستيعاب بتاع المستشفيات. ولو شفنا الكيرف بقى الاخضر ده هيبقى السيناريو بتاع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، واللي قالوا ان احنا هنفضل الارقام تتزايد لغايه ما نوصل ل 15 يونيو الار اللي هي 1.4 دي تتكسر تبقى اقل من 1. هي احنا كنا قلنا 1.4 يعني 10 مصابين يعني 14 شخص سليم. طب لو هي 0.9 يبقى ال 10 اشخاص المصابين يقعدوا 9 سلام، فالرقم يبتدي يقل، 9 يقعدوا 7 يقعدوا 5 يقعدوا 2، الكيرف يبتدي يقل لغايه ما يوصل يوم 16 يوليو يبقى 37,000 حاله و1500 حاله وفاه. ده الكيرف بتاع البحث العلمي. وهو كيرف متفائل، يعني هو بيفترض ان كل حاجه هتمشي صح، كمامات والقدره الاستيعابيه للمستشفيات كل الحاجات دي تمشي مظبوط. الحاجه الثانيه طبعا نزود القدره الاستيعابيه وتنجح الحجر الصحي في مصر، يعني الحجر الصحي ده قنبله موقوته، يعني لو نجحت ان انت تقعد حد في الحجر منزلي ويعالج نفسه بنفسه، لو نجحت هنعدي بامان. لو الناس ما عرفتش تعمل حجر منزلي هيبقى في مشكله كبيره، واحنا كنا عاملين حلقه يعني مفصله فقط عن الحجر المنزلي هتلاقوها برده موجوده دلوقتي على السكرين، او للفيسبوك فيورز هتلاقوها في الديسكربشن. السيناريو الثاني ده السيناريو بتاعنا احنا في اكسايت، وبيفترض اختلاف شويه ان احنا مش هنعرف نلتزم بالكمامات وهيطلع فيه معامل نمو اعلى، فبالتالي نوصل للذروه 1 يوليو بدل 15 يونيو، وهنا يبتدي يحصل حاله تشبع فالار تتكسر ويبتدي الارقام تقل لغايه ما نقفل في قرب 10 اغسطس، بس مش هنقفل بصفر اصابات ولا حاجه، نقفل بس قرب الكيرف كده ب 62,000 حاله و 2800 حاله وفاه تقريبا. طبعا كل الارقام دي يبقى فيها بلس اور ماينس ايرور كده، يعني نسبه خطا معينه، وكل الناس اللي دارسه ستاتستكس واحصاء عارفين ان دايما كل رقم بيبقى ليه زائد او ناقص معامل الخطا. طب الكيرف ده معتمد على ايه؟ الكيرف ده معتمد على ان معامل الاصابه ده ما بيتغيرش، يعني ال 1.4 دي مثلا ما لو بكره الناس كلها نزلت في الشارع الكيرف اللي بالاخضر ده هيتغير كله. لو 1.4 بقت 2.5 بقت 3 معتمده ان برضو الار دي ما بتتغيرش لغايه ما تتكسر، بعد كده تتكسر ازاي؟ معتمده ان السيناريو ده معتمد ان ما فيش اي مناعه مكتسبه، السيناريو ده موجود فيه مناعه مكتسبه. مفترضين ان ما فيش موسميه موجوده، ما فيش تحور. معتمدين ان يحصل سياسه صحيه ناجحة ان انت تعرف تستوعب كل الحالات اللي موجودة وتقدر تعمل نظام حجر منزلي كويس.
شكرا. I hope ان دلوقتي بقت وضحت احسن شويه. انا عارف ان الاحصاء والستاتستكس يعني تقيله في الهضم شويه، بس بنحاول نبسطها على قد ما نقدر، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني نتمنى، يعني خلينا متفائلين ان السيناريوهات تمشي كويس. طبعا احنا في سيناريو متشائم، احنا كده عرضنا المتفائل والواقعي، ما عرضناش المتخيل، وانا مش عايز اعرضه ان شاء الله يعني ما نمشيش عليه، الا لو بعد اسبوعين من دلوقتي ابتدينا نحس ان الارقام فيها مشكله، ان شاء الله هشرح لكم لا قدر الله.